مصطفى. صباح النور مصطفى. مصطفى انت حضرت عرض للدلافين من قبل وانا مثلك كمان حضرته وكانت عنا ملاحظات ربما كنا عم نحكي انا وانت تحت الهواء مشتركه. خبرني شو هي الاسباب الخمسه اللي كنت عم تحكي عنها لعدم اللي انت بتنصح انه عدم زياره الدلافين على اساسها؟ بداية نحن بنشوف كتير ناس بتروح على هيدي العروض ودائما الأهالي بتحب تاخدوا ولادها باعتبار أنه المشاهد اللي بيشوفوها على التلفزيون عن الدلافين أنه هي كائنات محببة للبشر وقريبة لكل الناس، لهيك في هذا النوع من إذا بدك التلاطف ما بين الاثنين. فالأسباب الخمسة بتبلش من أنه لما ننقل نحن دلفين من البحر على البول مسكر، أول شيء عم نحرمه من السباحة لمسافة 100 ميل من بالنهار، يعني عم نحكي عن أكثر من 100 كيلو بيسبحهم بالنهار الدلفين. بنفس الوقت نحن عم نشيله من محل مع من عائلته لأنه هي كائنات اجتماعية، كل شيء دولفينز هن كائنات اجتماعية بيعيشوا مع عيالهم، لما تنقليهم على محل تاني وتقعديهم مع دولفينز تانية من عيال تانية حيصير في مشاكل، حيكونوا عم بيعضوا بعض، حيكونوا في عندهم ستريس كتير كبير لأنه هيدي الكائنات إذا شلتيها من محل على محل عم تنشال بظروف كتير صعبة وبنفس الوقت عم تكون مؤذية لإلها الظروف، يعني طول الوقت عم يكونوا عم ياخدوا أدوية فيتامينات، عنده مشاكل بموضوع حروق الشمس لأنه هني عادة طول الوقت بيضلوا تحت المي لما بيكونوا عم يسبحوا بالمحيط، بس نحن لما هون عم نشوفهم دايما فوق المي، راسهم بيضلوا دايما فوق المي لأنه ما عندهم محل يتخبوا فيه من ضربات الشمس، فنحن دايما بنشوف بقع على جسمه للدولفين بيكون هيدي من وراء ضربات الشمس وهيدي بتخفف له من حياته لأنه الدولفين بالمحيط بيعيش حوالي 80-90% هو اللايف سبان تبعه مثل الإنسان، يعني حتى الأنثى بدها تقدر تولد لعمر 65، بينما نحن لما نجيبهم على الكابتيفيتي أو ما يسمى بالحبس عم ينزل اللايف سبان تبعهم ليعيش لل 24 سنة أو 30 سنة ماكسيموم، ودائما عم بياخذوا الأنثى يلي موجودة بالبحر وبياخذوها لأنه هي أسهل بالتدريب من الذكر، فهني بيجيبوها لهذا المحل وبيحطوها فيه بتكون عم تتحول لشخص متوحش يعني او بالاحرى لكائن متوحش. نعم يعني خطير جدا. طيب احنا الاسبوع الماضي كنا حكينا على فكره المجزره في اليابان وحكينا على اللي صاير ضد الحيتان، اعتقد حتى الدلافين مش سالمه في اليابان. لا للاسف تحديدا تايجي اللي هي بتجي بشمال اليابان، هي هيدي القريه معروفه اذا بدك بالمجزره اللي بتصير مع الدلافين تحديدا، لانه الحكومه اليابانيه حاطه كوتا لاصطياد الدلافين اللي هي 2000 دلفين بالسنه، ولكن للاسف هن عم يتصيدوا 20,000 دولفين بالسنه. الدولفين العادي اللي بيلاقوه شكله حلو بيلاقوه مناسب للعروض عم بيبيعوه ب $150,000 للسيركس او ما يسمى الدولفيناريوم، بينما في منهم بياكلوا لحمه كمان باليابان فهن بيبيعوه ب $150 لما يقتلوه، وطريقه الصيد هي بعدها بالحرب القديمه وبيجمعوهم بشبك وبالحرب القديمه بيقتلوهم بيرجعوا بيطلعوهم وبيقطعوهم، مع انه هو اللحم تبعه مثل الدولاب يعني ما بيتاكل، بنفس الوقت هو بياكل كثير كميه كبيره من السمك، يعني عم نحكي عن 25 باوند من السمك بالنهار، ففي نسبة عالية من الميركوري من الزئبق فيه، فهذا الموضوع بيسمم، يعني حتى هو عنده مشكلة إذا تواصل مع البشر عند دائما بقلب المسابح، ليش بيقولوا لك ممنوع تنزل تسبحي مع الدولفين؟ لأنه في كلورين، الكلورين بيخليه يعمى، نسبة الكلورين العالية بتخليه يصير عنده عمى للدولفين، وبنفس الوقت هي لما تنتقل الأمراض من الدولفين لإلك. نعم. لأنه هو معود يعيش ببيئة بالمحيط فيها تركيبة معادن ثقيلة موجودة، ولكن أنت عم تعمل تنقليه على محل عم تجرب أنت تركب المعادن الثقيلة وتحطيها بالبيئة يلي هو فيها. يعني كل هاللي حكيت عنه لحتى الإنسان بس يكون مبسوط ويضحك لما يشوفه عم بنط، يعني عن جد قدي في أنانية عند الناس وعند البشر بأنها تشوف هيك مشهد، يعني هي بدها تنبسط وما حدا بيعرف اصلا انه هالدولفين هو او الحيوانات بشكل عام، حتى على فكرة الدولفين ما بيبتسم، هني نعم يعني هني الدولفين شو هو ربنا خلقه بشكل انه هو يبين عم يبتسم. نعم. بس هو ما بيبتسم. نعم يعني نحن نشوفه في صور. نعم نحن عم نشوف هلا بعض الفيديوز، ما بعرف هذا الفيديو انت هذا هيو هون عم نشوفه، هيدا الفيديو انا بيشبه الفيديو اللي انا شفته كمان. وورد هيدا. نعم هيدا بي سي وورد اول محل بلش بامريكا يعمل العروض التجاريه للدلافين. نعم طيب هالدلافين انا من اللي شفته
لما حضرت عرض للدلافين كان في هناك كأنه إذلال للدلفين بأنه يعطوه السمك يعني لحتى يطعموه، يعني كان المدرب ما يرضى أنه يعطيه سمكة واحدة واللي هي ما بتعمله أكيد ولا شيء مقارنة بحجمه إلا ليعمل بعض الحركات. فعن جد أنا يعني بنص العرض حسيت كتير بالشفقة أو حسيت أنه أنا كأني متواطئة باللي عم بصير. فخبرني أنت عندك ملاحظات عن العروض اللي صارت هون في بيروت، خبرني عن هالموضوع. يلي صار ببيروت أنه جابوا 3 دولفينز من مصر، وأنا ثاقبت وقتها كنت بمصر كمان شفتهم للدلافين، هني ذاتهم اللي جابوهم لهون. فيلي صار لما نزلت أنا مع الدولفينز بمصر شفتهم أنه لما فتح تمه الدولفين مكسرين سنانه، لانه قد ما بيكون ستريسد بقلب المي بيصير يخبط راسه للحيط بيكسر اسنانه. بنفس الوقت كان على ظهره من ورا، بعتقد اذا عرضنا الصور على ظهره من ورا كان في جروح كتير، كانوا هن عم بيعضوا بعض لانه كل واحد جاي من منطقه معينه او كل واحد جاي من عيله معينه. فلهيك ما قدروا يتفقوا مع بعض، يعني هن دائما بيعيشوا بعيل بقلب المحيط وبيعرفوا بعض. صحيح. وبيتواصلوا مع بعض، يعني عندهم شغله انه هن بيقدروا يتواصلوا بعض، بيعيطوا لبعض باسمائهم، يعني هالقد هذا بالضبط هالقد يعني هذا الكائن ذكي. نعم. وبنفس الوقت الدولفين بقلب المي ما عم يقدر يستعمل السونار تبعه، يعني السونار تبعه هو شيء كتير ذكي بالنسبة للسونار اللي نحن بنستعمله. لما بيضرب السونار تبعه بقلب المي بيخبط بالحيطان. شو يعني سونار؟ السونار يلي هو إذا بدك الشيء المغناطيسي يلي هو بيستعمله ليدور على السمك أو ليكون هو عم يسبح أو ليعرف قد ايه البعد يلي موجود. يعني. بالضبط الاستشعار. فلما هو مثلا بيضرب السونار تبعه ليعرف شو في حده بصير يخبط بالحيطان بيرجع له بيعمل له ستريس مرعب، بصير يخبط راسه بالحيط. يعني تصور قد هذا الموضوع مزعج له. بينما بالبحر لما يضرب السونار بيتحرك بسهوله، بيدور على السمك بسهوله، بيعرف على بعد كيلومترات قد ايه بعيد السمك عنه، اذا في خطر من شاركس موجودين بقلب مناطق بعيده كمان بيقدر يعرف. فهو يعني السونارات يلي الانسان مخترعها هو شيء كثير بسيط بالنسبه للسونار المتطور جدا عند الدولفينز. فنحن لما نكون عم نحكي عن قد ايه في مشكله، حتى السمك يلي بيعطوه هو سمك مجلد، يعني ما عم ياخذ القيمه الغذائيه الحقيقيه اللي هو بيجيبها من البحر. وبنفس الوقت عم نحرمه من حقه بالتزاوج وباللعب وبالصيد وبزبدك بالعيب بانه يكون عايش مع عائلته بقلب البريه العاديه. حياته طبيعيه، يعني حياته طبيعيه. بي مصطفى نحن فما معلومات يمكن قد تهم البعض، خلينا نذكرهم حتى لو البعض فينا يعرفهم. يعني الدفاع انه كيف في يعيش بالأماكن اللي يحطوه فيهم بالأماكن اللي هو يلعب فيها. نعرف أنه البحر يختلف جدا عن المسابة، يعني هو هل هو عنده قدرة على العيش في أي نوعية ماء، وكيفاش أيضا أنه يخليه يعدي فترة خارج عن الماء. يعني أعتقد مش كل الحيوانات البحرية أصلا عندها نفس قدرة التحمل أنه تقعد بعيدة عن الماء. دائما يعني هن الحيوان البري لازم يكون موجود بالمنطقه البريه اللي هو بيعيش فيها. لما نحن بدنا نخلق له ظروف جديده او ننقله على محل مسكر ما حيقدر يكون مبسوط ويقدر يمارس نفس الانشطه اللي هو بيعملها بحياته الطبيعيه. فالحيوانات يعني البريه تحديدا الدولفين او الاوركاز يلي هن دائما بيعملوا عروض فيهم، عندهم بيئة طبيعية، عندهم ظروف كيميائية بيعيشوا بقلبها، عندهم الأنشطة يلي هن بيمارسوها بشكل يومي. لما أنت تجيبهم على محل مليان ستريس، لما أنت تكون عم تنقلهم من محل على محل عم تعطيهم أنتي ديبرسنت يلي هي مضادات للاكتئاب، عم نعطيهم أدوية فيتامينات لأنه السمك اللي المجلد يلي عم نعطيهم إياه مش عم يأدي مش عم يعطي القيمة الغذائية المضبوطة. لما نكون عم نعاملهم انه نحن عم نزلهم بالاكل، يعني اذا انت عم تعطيه 25 هو اذا بياكل 25 باوند من السمك كل يوم، انت ان شاء الله عم تعطيه 5 كيلو طول النهار. نعم. عم يعمل 7 عروض بالنهار. نعم. يعني تصور 7 عروض. نعم. اقل عرض عم بيكون نص ساعه. نعم. فانه هذا شيء ستريس له مصطفى بنص دقيقه. نعم. في تدخل من الدول لوقف مثل هاي العروض، يعني عم بيصير في هناك حظر لمثل هذه الممارسات؟ في كتير دول وقفت. نعم. هيدي العروض عم نحكي، يعني نحن في عنا 63 بلد بيستضيفوا عروض الدولفيناريوم. نعم. تقريبا حوالي ال 23 أو 25 بلد بلشوا يوقفوا هيدي المطارح. نعم. مثل الهند، مثل باكستان، لا معفوا مثل الهند، مثل في بعض المناطق بأمريكا وقفوا هيدي العروض. بفرنسا منعوا حتى الولادة بالكابتيفيتي، يعني هني بيقولوا لك إنه دائما في أسباب علمية، ونحن عم نعمل بروجرامات لإعادة تولد الدلافين بقلب. نعم. الأزر، ولكن هذا الموضوع مؤذي جدا. يعني انه انت عم تخلق بروجرام بس انه بعتهم بالاسر، يعني صحيح. انت ما عملت شيء وما عم تطلعهم على الطبيعه. صحيح. انت عم ترجع تبيعهم.
يعني هناك بعض يعني الجهود من بعض الدول صراحة أنه شوفوا يعني كما صورة مثلا شوفوا برشا في ولاد هكا معناها أنه حاسة خاصة مع التواصل الاجتماعي شوفوا في ناس أنه تتصور مع الدلافين شوفوا في ناس أنه تلعب مع الدلافين تمسهم مع أنه أنت قلت مصطفى صح صح لا وبعدين نحن لا وبعدين نحن يعني هلأ صار في وعي عند يعني عم نعمل وعي عند الناس بخصوص هذا الموضوع وهذا الموضوع مش متوقف بس على الدلافين حتى على السيرك اللي بيستخدموا فيه حيوانات يعني وبعدين بحلقات ربما مقبلة بركة بنفتح مثل هالموضوع صحافي المتخصص بالشؤون البيئية مصطفى رعد بدي أشكرك كتير على هالفقرة شكرا لك وبدنا نروح أنا وإنت لمطبخ الشيف فؤاد وولا أشهر